يعني أحد الآباء يقول عندي ولد مريض، يقول ما عقب طبيب أو حد نعرفه كذا يعالج أشياء، يعني شخص، فيقول ما عقبنا حد لكن ما استفدنا شيء. فيقول لو سمحت، يقول أباك، يقول تعال الولد أو شو موضوع، قلت أنا ما أعرف، لكن أقول له جزاك الله خير. طيب أشوف أسأل أحد الإخوة، هو طالب، طالب يدرس معنا لكن أعرفه. فقلت لي جاني شخص هذا كذا كذا وعنده ولد مريض، فاستخير الله تعالى، معتاد هذا طالب هكذا يوم يكون عنده موضوع يستخير الله، يصلي ركعتين ويدعو الله تعالى أن يبين له هذا الموضوع يكشفه له. فجاني هذا الشخص وقال أنا رأيت كذا كذا في النور أن هذا الولد والله أعلم مريض بكذا كذا وعلاجه كذا كذا. يشوف يعني شيء غريب، وصرت أنا أخبرت هذا الأب، قلت له هذا والله أعلم وجرب هذا العلاج يعني. فبعد مدة ذهبت إلى المسجد، إلى مسجد من المساجد، وعندي هذا الطالب اللي هو صاحب الرؤى. دخلنا المسجد، أول ما دخلنا المسجد شاف ولد من الأولاد بكشني، قال يقول هو ذا الولد اللي شفته أنا في النور وأنا ما أخبرته به، وإلى يومنا هذا ما خبرت، لأن الأب استكتبني قال ما أريدك تخبر حد. فأنا لما خبرت هذا الطالب، خبرت بشخص ما خبرت بالاسم أبدا، لكن شوفوا الكشف، شاف في النوم هو هذا الولد، هو هو، كيف عرف هذا؟ وما أخبرت، شغلت نفسي أنا بشيء يعني، ما قلت إلا أنه صحيح هو هذا الولد اللي طلب أبوه يعني معرفة علاجه. سبحان الله، إنسان يعني إذا أخلص نيته لله تعالى تنفتح له الأبواب وتكشف له العوالم ويستجاب دعاؤه ويأتيه الرزق